طيب احنا النهارده ان شاء الله شباب هنبدا مع بعض الساب معايا. يلا شباب النهارده عايزين نبدا مع بعض برنامج الساب. البرنامج مستخدم للتحليل الانشائي. فايه قصه التحليل الانشائي ده؟ ده اول خطوه من خطوات التصميم يا باشمهندس. اي منشا الغرض الرئيسي منه ان هو يشيل الاحمال اللي جايه عليه او الواقعه عليه. طبعا لازم يشيلها بامان. لو خدنا مثال على المنشآت، منشأ سكني مثلا، ايه الاحمال اللي ممكن تيجي عليه؟ عندنا الاحمال متمثله مثلا الديد لود اللي هو وزنه وتشطيبات وكمان الحوائط. ولو بنتكلم عن اللايف هنتكلم عن وزن ايه؟ الناس، الفرش، اي حاجه قابله للتغيير. هو المفروض ياخد الحمل وينقل الحمل ده لمين؟ للسويل او للتربه. التربه بتدي رد فعل مساوي للمقدار اللي هو بيديه للتربه فيحصل عمليه الاتزان. طب لو انا بتكلم عن منشأ من المنشآت اللي احنا درسناها في الاوتوكاد اللي هي المنشآت الهيكليه، هنلاقي نفسنا بنتكلم عن بلاطه بتنقل حمل للكاميرا، والكاميرا تنقل للعمود، والعمود ينقل لمين؟ للاواعي. طب باشمهندس هو اي نقطه موجوده في المستوى اللي احنا بندرسه، مستوى ال 2 دي الافق، مسموح لها بالحركه في كام اتجاه؟ ثلاثة، افقي وراسي ودوران. طب انا عشان امنع الحركه دي هعمل ايه؟ هحط ركيزه. يبقى انا عندي انواع الركائز. ايه هي انواع الركائز يا باشمهندس؟ رولر اللي هي بتدي رياكشن واحد. ما هو انا مش هيحصل عندي رد فعل واتزان غير لما اعمل ايه؟ لما امنع حركه. انا بمنع الحركه هنا في اتجاه رد الفعل اللي هو الراس اسمها رولر. لما همنع اكس وواي بقت ايه؟ هنجد. لما همسك هنجد واحط لها كمان تمنع الدوران يحصل انها بقت ايه؟ فيكسد، منعت الثلاث حركات. طب هو احنا في الكورس يا باشمهندس هنستخدم مصطلح سيادتك سمعته قبل كده اللي هو مصطلح الكاميرا. ايه هي الكاميرا دي يا باشمهندس عشان نفتكر مع بعض؟ الكاميرا هي الجزء اللي شايل البلاطه ومتشال على مين؟ على الاعمده. شايل حمل البلاطه وحمل الحيطه وبينقله للاعمده. شكله في الاليفيجن بالمنظر ده. ده العمق بتاع الكاميرا الدبس الراسي ده كده، عرضها بيبان في البلان، والعمودين الركائز بتوعها بالمنظر ده. طب هل احنا هنعمل اناليسز على الشكل ده؟ لا، الاناليسز بيتم على الشكل ده اللي انت كنت بتدرسه فين؟ في الاستراكشر اللي احنا بنسميه الاستاتيكال سيستم او الاستراكشر سيستم. اللي هو بيحول الكاميرا من خطين سواء في البلان او الاليفيجن الى ايه؟ الى خط السنتر لاين. بيحول العمود من مستطيل الى ايه؟ الى ركيزه، عشان برامج التحليل الانشائي تقدر تتعامل معاه. طب هل برامج التحليل الانشائي مش هتبقى عارفه عرض وارتفاع الكاميرا؟ لا، بتبقى عارفاهم، بس لما تيجي تحل ستراكشر بتحله زيك، بترجعه لاصله. طب ايه الاحمال اللي انا ممكن احطها في اي منشأ؟ عندنا احمال حسب الشكل، concentrated load حمل مركز، او uniform distributed load حمل موزع بانتظام، او non-uniform يعني شبه منحرف او مثلث. ودول اشهر احمال انت كنت بتشتغل عليها مع العزم المركز. يبقى انا دي الاحمال اللي انا ممكن ايه؟ احطها في اي شكل. ممكن نصنف الاحمال بطريقة تانية اللي هي فكرة هو حمل ديد ولا لايف. مين الأحمال الديد يا شباب؟ الأون ويت، الكفر، الوول، الحاجات اللي هي غير قابلة للحركة. طب إيه الأحمال اللايف؟ إحنا، الفرش، أي حاجة بقدر أشيلها وإيه؟ وأحطها وأغير مكانها. ممكن نصنف الأحمال كمان بطريقة ثالثة اللي هي إيه بقى؟ هي أحمال بتأثر رأسيًا جرافيتي لود، ولا أحمال بتأثر أفقيًا لاترال لود. مين زي اللاترال لود؟ زلازل ورياح. وايه كمان؟ ها واحده كمان، وزن الميه. ايه كمان؟ وزن التربه. الضغط الجانبي للتربه والميه برضو احمال ايه؟ افقيه. طب ايه الاحمال الراسيه؟ اغلب الاحمال احمال راسيه، وزن، اون ويت، ناس، فرش، كل دي احمال ايه؟ راسيه. طيب احنا يا باشمهندس هنشتغل على برنامج اسمه الساب. مين الساب ده يا باشمهندس ومين اللي عمله؟ شركة اسمها سي اس اي، ده اختصار اسم الشركة، أو كمبيوتر اند ستراكشرز انكوبريتد.
هي شركة متخصصة في البرامج بتاعت الإنشاءات بالكمبيوتر. الشركة دي تابعة لجامعة بيركلي في كاليفورنيا في أمريكا، والمدير بتاع الشركة باكستاني. بدأ البرنامج سنة 73، كان اسمه ساب 80. ايه كلمة ساب دي؟ اختصارا الى جملة Structure Analysis Program، يعني اسم البرنامج بالعربي لما تيجوا تترجمه ترجمة حرفية تقول ايه؟ برنامج التحليل الانشائي. يعني هو الساب اخذ الجملة سمى نفسه بيها SAP، فاختصارا بقى اسمه ساب 80، ده سنة 73. دلوقتي بقى ساب 2000، تمام؟ زمان كانت السبعينات دي عايز يوصل لمين؟ للثمانينات. يا الثمانينات دي حاجة بالنسبة لهم كبيرة، فلما عدت الثمانينات قال لك خلاص يبقى الـ2000، فزهق الراجل بقى قال لك خلاص هو ساب 2000، حلو قوي كده، مش هنقعد كل سنة نغير، تمام؟ دلوقتي بقى فيه لغاية فيرجن 19. الفروق بين الفيرجنز في الساب بتبقى بسيطة قوي. يمكن ساب 16 السيت اب بتاعه سهل، طبعا الكراك بتاعه سهل فكلنا بنشتغل عليه. ساب 19 برضو موجود، ممكن تاخده وتشتغل عليه مفيش مشكلة. البرنامج بيشتغل بطريقة اسمها Finite Element Method. يعني ايه Finite Element دي؟ ان شاء الله كده لما ايه تتخرج وتبقى يعني دماغك ناشفة شوية فتكمل ماجستير او دبلومة، تعرف ان في طريقة تحليل انشائي انت ما درستهاش متطورة عن الستيفنس اللي انت درستها في Structure 4 اللي هو في سنة تانية، اسمها Finite Element، دي دقيقة اكتر البرنامج بيستخدمها، فدي بتطلع نتائج كويسه. طب انا بستخدم البرنامج ده ليه؟ ايه اللي يخليني استخدمه؟ عشان اطلع حاجه من ثلاثه، اما رياكشنز او ديفورميشنز او ستريننج اكشنز. يعني ايه ستريننج اكشنز؟ مومنت، نورمال، شير. في واحد رابع، تورشن. الله ينور عليك، تمام. طيب برنامج الساب يا باشمهندس من اهم البرامج ليه؟ لانه بيستخدم طريقه مميزه في الحل اللي هي Finite Element، بتطلع نتائج دقيقه جدا. برنامج عام بيحل اي نوع من انواع المنشات واي طريقه احمال، وبيربط كويس جدا مع برنامج الاوتوكاد والاكسل، ودي ميزه مهمه اللي هي تخليني اقدر ابعت من الكاد للساب، واقدر اخد من الساب النتائج ادخلها فين؟ في الاكسل، فيبقى في تكامل بين البرامج وبعضها. طب ايه اللي يخليني اشتغل ساب ما اشتغلش برنامج تاني؟ ان هو الاكثر انتشارا. يعني لو جينا نتكلم مع ناس كده، جمعنا 100 مهندس قلنا له عايزين برنامج نعمل عليه منشا، هتلاقي 80 منهم يقول لك ايه؟ ساب، وال20 الباقيين هيتكلموا عن الثلاثه اللي جايين دول، واحد اسمه سيف، واحد اسمه اي تابس. دول من نفس الشركه اللي هي سي اس اي. طب ايه الفرق؟ الفرق ان هم عاملين السيف ده عشان يحل بلاطات وقواعد، وبيحل البوست تنشن سلابس اللي هي البلاطات سابقه الشد. الايتابس عاملينه عشان يبقى متميز اكتر في الزلازل والرياح، المباني العاليه يحل عليه منشات عاليه. طب هو الساب ما بيعملش كده؟ بيعمل، بيحل بلاطات وكاميرات وتحط عليه منشات عاليه، بس دي بقى حاجه كوميرشال، هو حاطط ميزه في الايتابس مش حاططها فين؟ في الساب. فاللي يروح يشتري الساب على قد فلوسه، واللي عايز يشتري الميزه الزياده يروح يشتري ايه؟ الايتابس. طبعا احنا لا بنشتري ده ولا بنشتري ده. طيب في برنامج بقى تبع شركه اوتوديسك اللي هي الشركه اللي بتصنع البرنامج بتاع الاوتوكاد، اسمه اوتوديسك روبوت. ده برضه برنامج متميز جدا في التحليل الانشائي، ودلوقتي بيربط طبعا مع البرنامج الريفت ربط فوق الممتاز، بحيث ان انت هتقدر تشتغل البرنامجين مع بعض، ريفت وروبوت. يبقى احنا كده عرفنا قصه الايه؟ التحليل الانشائي، الاحمال اللي احنا ممكن نحطها، اشكال الركائز اللي احنا ممكن نستخدمها. تعالى نتكلم عن البرنامج نفسه بقى، احنا هنسطبه ازاي؟ السيت اب بتاعه من اسهل ما يكون. سيادتك هتاخد السورس على فلاشه، وكمان حجمه صغير جدا مش كبير. هتلاقي فولدر اسمه سي اس اي ساب 2000 فيرجن 16. هتلاقي فولدرين سيت اب وكراك. هتخش على سيت اب هو فايل واحد. دبل كليك. هيبدا يجيب لك بقى ايه زي اي برنامج من البرامج الصغيره اللي انت بتسطبها كل يوم، يقعد يسطب كده، بعدين يقول لك انت عايز تسطب، طب دوس نيكست. ورننج بقى طبعا اللي هو التحذير الطبيعي ان ده برنامج محمي بقوانين الحمايه الملكيه الفكريه والكلام ده، تمام؟ طبعا الكلام ده بره يا شباب، عشان لو حد فيكم سافر، لو اتمسكت بره ببرنامج ان لايسنس تخش السجن، وتخش السجن مده طويله. يعني انت لو اتمسكت بسيديهات فيلم اجنبي في امريكا ممكن تخش السجن 10 سنين.
انت متخيل؟ احنا هنا عندنا في مصر انت يعني اللابتوب بتاعك فيه جرايد تدخلك السجن مليون سنة. طيب ربنا يصلح حالنا كده ونعرف نشتري البرامج. احنا ما عندناش مانع نشتري، بس يبقى بنقبض ايه عشان نعرف نشتري. طب يعني الساب ده انا لو قلت لكم سعره ممكن تسرقوا من الساب. ايه 160 جنيه هو 160، بس حط ايوه بالظبط كده، هو ب 160 الف جنيه النسخه، يعني اغلى من الاوتوكاد 10 مرات اساسا. طيب ما علينا، المهم مالناش دعوه مالناش دعوه مالناش دعوه موحد. طيب احنا هنقول له بعد كده اكسبت ونكست ونكست، كله عمال تدوس مجرد اكسبت ونكست لغايه اما البرنامج هيجي يسطب هنا كده. ساعات بيقف بيطلع مسج كده يقول لك بورت 808 ايرور، قول له اوكي مرتين هتقفل الايرور وهيكمل سيت اب عادي خالص. ده بيبقى هو بس عايز يتصل بالنت عشان يبعت للشركه يقول له امسك حرامي، تمام؟ فانت ايه بتقول له اوكي، هو الكراك اللي احنا حاطينه بيقفل الكلام ده. فسيادتك هتخش خلاص خلصت سيت اب فينش، هتخش على فولدر كراك، روح جاي واخد الفايل اللي اسمه ايزيرفيك ده رايت كليك كوبي، وتروح جاي داخل على فايل الساب، ادي الايكون بتاعته شايف الاثنين، ده ساب 16 ده 19 الايكون مفيش فرق، رايت كليك اوبن فايل لوكيشن، وتروح عامل بيست للفايل بتاعك هنا، هيطلع لك مسج فيها كونتينيو، دوس على كونتينيو، وبعدين اطلع فوق خالص هتلاقي سي اس اي لايسنس، رايت كليك بيست، برضه هيطلع مسج كونتينيو كونتينيو. طب انا خلصت السيت اب، دبل كليك على الساب، بياخد وقت شويه على ما يفتح في اول مره، وبيطلع الويلكم سكرين اللي قدامك دي اللي هو ساب 2000 فيرجن 16 او فيرجن 19، بيطلع مسج يقول لك ورنينج، فانت بتشوفها بتتخض فبتستنى قدام الجهاز وتبعت مسج على طول باشمهندس الحق الجهاز ويطلع لي ورنينج. لا هو مفيش ورنينج ولا حاجه، هو بيقول لك بس ان اللايسنس بتاعتك فاضل لها 163 يوم وتخلص، تمام؟ انت مش هيطلع لك 163، هيطلع لك 365 اللي هي سنه كامله. طب السنه خلصت، شيله ريستارت، افتح الجهاز سطبه تاني او تغير تاني الجهاز، بس انا ما بحبش دي عشان دي ممكن تعمل لك مشكله مع النت، تمام؟ يعني ممكن الجهاز ما يرضاش يدخل على النت بسبب تغيير التاريخ. كانسل بيفتح البرنامج، اول برنامج تشوفه في حياتك بيفتح بكانسل مش بيفتح بوكي، تمام؟ مفيش مشكله، هو خلاص كده فتح، وده الشكل العام بتاع مين؟ بتاع البرنامج، تمام؟ كلنا كده هنفتح عندنا برنامج الساب عشان نتكلم عن مكونات البرنامج. طيب البرنامج بيتكون من ايه؟ اول ما بتفتحه زي ما شفنا كده بتطلع الانترفيس بالمنظر ده. البرنامج بيتكون تقريبا من سبع حاجات. الاولى اللي هي قائمه المينيو بار زي بتاعه الاوتوكاد كده، بادئه بقائمه فايل، القائمه الاساسيه اللي فيها نيو موديل، اوبن، سيف، امبورت، اكسبورت، كل الكلام ده. اديت القائمه الخاصه بالتعديل. فيو القائمة الخاصة بالانتقال بقى من بلان ل 2D Elevation لسايد فيو ل 3D، كل الكلام ده. ديفاين تعريفات بقى، تعرف ماتيريال، تعرف قطاعات، أي حاجة عايز تعرفها للبرنامج من قائمة ديفاين. ترسم يبقى قائمة درو. تختار قائمة سيلكت. أساين بقى تقول له القطاع ده بتاع الكاميرا دي، تقول له الحمل ده على الكاميرا دي، تقول له الركيزة دي هنا. التخصيص للركائز او للتخصيص العام لاي حاجه في البرنامج عن طريق قائمه اساين. خلاص انت عرفت وعملت تخصيص وكله تمام، حطيت الحمل ترام من اناليز من انالايز، انت عايز ترام فتختار انالايز طلع لي نتائج. عايز تتفرج على النتائج او تراجع الاحمال يبقى من ديسبلاي. معاك بقى ديزاين على الكود الامريكي، كود البريطاني، كود الاوروبي، هتعمل ديزاين من هنا. اوبشنز المين اوبشنز بتاعه البرنامج. تولز القائمه الخاصه بالبرامج الاضافيه. الهيلب وهتلاقي في الهيلب حاجه اسمها دوكيومنتيشن. دوكيومنتيشن دي بتفتح لك الحاجات الورقيات بتاعه البرنامج، شويه بي دي افات اللي هي بقى البرنامج اللايسنس جايد بتاعه، المانيوال بتاع البرنامج، جيتنج ستارتد ازاي، جيتنج ستارتد دي مثلا 80 صفحه. اناليسيز ريفرنس مانيوال، هو بيعمل اناليسيز ازاي، بيفكر ازاي في الاناليسيس، فلما تفتحها كده هتتخض هتلاقي 518 صفحه. لو انت فاضي بقى كده تقعد ايه تقرا في الموضوع ده، تمام؟ هتلاقي اغلب الحاجات اللي انت ممكن تبقى عايز تعرف هو البرنامج بيفكر فيها ازاي هتستخدم الايه الدوكيومنتيشن الموجوده في الهيلب، تمام؟
طيب يبقى ده اول قايمه اللي هي قايمه ايه؟ المينيو بار. تاني قايمه قايمه اختصارات شبيهه بالاوتوكاد كلاسيك كده، شويه ايكونز مترميه تقدر تظهر حاجات كتير عن طريق رايت كليك وتختار اللي انت عايزه. وكل قايمه فيها سهم، بس السهم ده مش هيشتغل غير لما نفتح الايه؟ الساب ونعمل فايل جديد. هتلاقي السهم ده برده فيه شويه اوبشنز تقدر تظهرها. هتلاقي برده فيه شويه اختصارات جت على الشمال هنا، قايمه السناب وقايمه الدرو، الرسم والسناب موجودين هنا، تقدر تنقلهم زيهم زي الاوتوكاد اهو. بص زي ما كنا بنعمل في الكاد بالظبط، تقدر تعمل فين؟ في الساب من حركه التاب او اضافه بعض العناصر الزياده. الجزء اللي هنا ده جزء الويندو، ونقدر نفتح 2 أو 3 أو 4 ويندو من السهم ده، اد نيو ويندو، برده مقفوله لان احنا لسه ما اشتغلناش على فايل. لو عايز تقفل ويندو هيبقى من الكلوز اللي هنا. لو هي اخر ويندو يعني اخر نافذه مفتوحه مش هيرضى يقفلها، هيقول لك ما ينفعش، لا اقفل البرنامج من هنا ساعتها. الجزء الابيض ده الجزء الخاص بالرسم والنتائج والكلام ده كله، الحاجات الخاصه بالايه؟ بالنتائج. الجزء اللي هنا ده الكوماند لاين، بس ده البرنامج بيكلمك بس، يعني ما ينفعش تكتب فيه. الجزء اللي هنا ده مهم جدا بقى، حط تحت منه 1,000,000 خط، ده الوحدات. وبرنامج الساب او اي برنامج من برامج سي اس اي، الغلطه في الوحده بفايل، يعني تقفل الفايل اللي انت عملته ده وترميه في الزباله وتعمل واحد جديد. ليه؟ لان ما بيقبلش تغيير الوحدات بعد ما تشتغل، بيبقى مقرف جدا، بيطلع نتائج غلط، بتبقى حاسس ان الدنيا مش مظبطه. فدايما اول حاجه بنعملها ان احنا بنبص على ايه؟ على شريط الوحدات، هل هي الوحده اللي احنا عايزينها ولا لا؟